خبريتين في كل مرة نأتيكم بخبرين. اليوم الخبر الأول راح نتحدث من خلاله عن الحقائب المدرسية المضادة للرصاصة، طريقة جديدة للآباء لحماية أطفالهم في الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أسبوع قتل نيكولاس كروز الذي يبلغ من العمر 19 عام 17 شخص في مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس في فلوريدا الجنوبية. الأكثر فظاعة هو أن التفكير في أن هذا يمكن أن يحدث في أي مدرسة أخرى، الذي جعل كل الأولياء يتخوفون. وبعد الحادث ظهرت حقائب ظهر مضادة للرصاص على أمازون، لم تتردد مجموعة من الأسر في شرائها، وعلى الرغم من أنها تعرف أن فعاليتها لن تختبر إلا بعد الشراء. إحدى الأمهات تقول لموقع بي بي سي موندو الإسباني الذي نشر هذا الخبر: في حالة اليأس كهذه تقوم فيها بما عليك القيام به ودفع ما عليك أن تدفع لحماية أطفالك. كانت تكلفة كل حقيبة 112 دولار أمريكي، ومنذ يوم الاثنين 16 من شهر فبراير يذهب توأم الأم البالغون من العمر 8 سنوات إلى مدرسة ابتدائية في كيندال وهي ضحية في ميامي مع أكثر من 3 كيلوغرامات على ظهريهما، وهو يزن وزن المواد المضادة أقول للرصاص في حقيبة الظهر. يشكك الجميع في نظام منع إطلاق النار في المدارس الأمريكية، لذا وفي مواجهة الإخفاقات المزعومة قرر أولياء الأمور مثل يلين بيريز التصرف واتخاذ التدابير التي بوسعهم حماية أطفالهم. نروح إلى خبر آخر. من خلاله حدثت مشادات كلامية بين رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومزارع فرنسي الأحد الماضي، وذلك خلال زيارته معرض باريس الدولي الزراعي السنوي. وظهر ماكرون في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث بغضب مع أحد المزارعين بخصوص مادة الجليفوسات مبيد حشري التي منعتها الحكومة الفرنسية. نشوفوا المشادات الكلام إلى أي مدى وصلت، وأنا سأصل إلى بلاتو أو مطبخ صباح الشروق كي ألقاكم والشيف ليلا ونتعرف على طبق اليوم. يلا نتابعوا مع بعض. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Voilà. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils n'iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez. Attendez, vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Vous m'adressez poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Donc, un, monsieur, je suis content. Non, attendez, je suis content qu'on siffle dans le dos. Donc, le calme, c'est pas vous qui le donnez. Deux, vous me donnez des leçons. On est chez nous ici, monsieur. On est chez nous tous. Ça s'appelle la France, c'est une république. Et donc, je vous dis juste, sur ce sujet, il y a un engagement qui a été pris, ce n'est pas une surtransposition, ça n'est pas une loi. Nous, on ne le voit pas de cette manière-là. Et mais alors, vos représentants l'ont fait. Alors attendez, je finis de vous répondre sur ce point parce qu'il est très important. Je ne ferai, il n'y aura personne laissé sans solution. Et donc, sur le sujet du glyphosate, il est très clair, je l'ai dit, qu'on le sait, il y a 10-20% qui n'ont pas de solution. Cela, on ne leur demandera pas de finir en 3 ans. Et ça, c'est ce qu'a porté la FNSEA, ce qu'elle est en train de finaliser. On le finira dans les prochains jours. Je m'engage à cela. Ce n'est pas de la surtransposition, c'est la responsabilité collective, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Parce que moi, je ne peux pas me cacher et me défausser. Donc voilà, ce n'est pas ça de la surtransposition. Démocratie, حرية التعبير لا مثيل لها. يعني كما رانا نشوفوا انه ما كانش حدود بين المسؤول والرعية نتاعو ولا المواطنين نتاعو. مليح انه تكون فيه حوارات، مع انه كان فيه بعض التجاوزات، لكن رئيس ماكرون بالحكمة نتاعو والحنكة نتاعو قدر انه يسيطر ويتغلب على الوضع. اجمل واحلى تحية لكل من اختار قناة سي بي سي بينا وقناة الشروق العامة ومطبخ شيف ليزا. اليوم راح نمتعكم اكيد بكل الاكلات اللي في كل مرة تدينا في رحلة سفر بدون تأشيرة.
نعاودها. تركيا تركيا نحاو تاشيره سمعتي بها صافي نعاودو نروحو كل يوم يوميا الى تركيا. اليوم طبقنا وين راح تروح تصفينا صدي اكيد. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا متابعه شيقه ان شاء الله. اليوم راح نديكم لروسيا، يعني راح يكون شوف المشاهدين راهم يطلبوا مني ويقولوا لي بسطي ايه ده، راني جبت لكم ابسط الوصفات. يعني روسيا اطباقهم بسيطه، عندهم عفسه بسيطه جبتها لهم نخلطها مع عفسه واحده اخرى وانا درت لكم طبق بسيط. اذا راح نديروا اليوم طبق رئيسي راح يكون بيتوك الاغوس. بيتوك الاغوس هذه هي كويرات لحم مفروم مقليه مع امتيت صوص هكايا ماغ. طلبتوا البطاطا راح نقدم لكم معاها كوم اكومبانيمون لو غراتان دوفينوا اللي هو غراتان هذاك البطاطا مقطعه في الفرن بالحليب والكريمه. انا لهنا بديت لكم بلو ديسير يعني التحليه، وتحليه بسيطه اللي هي يعني جاتو من تحت يكون مسكوتشو بالشوكولا والطبقه الفوقانيه راح تكون فلان من بعد ان غانش. يعني تعلمتوا معايا هذا المسكوتشو واحد راح نديروا به عشرات الانواع. عفوا الطبق الرئيس هو روسي ولا تحليه؟ لا لا الطبق الرئيسي هو اللي روسي. وهذه واش من جنسيه؟ هذه راهي مغربيه و ما عندهاش جنسيه ولا متعدده الجنسيه؟ متعدده الجنسيه يونيفرسال. اوكي يعني باللي ارضائكم انا نقدر ندير الطبق والتحليه في نفس، لكن احسب الطلبات تاعهم راني ندير لهم. يلا نبداو بالمقادير الخاصه بالتحليه. نعم انا عطيت لهم بالملعقه ونعطيكم لها في اللي تنزل عليكم في الشاشه، وانا هنا راح نعطيكم بالجرام. فالتحليه انا اخترت يعني مول هذا الحجم، درت له زبده ودرت له الفارينه. للحجم تاع المول ديالي انا المقادير تاعي راح تكون زوج حبات بيض، 110 غرام سكر راح نضربهم مليح حتى يضاعف الحجم تاعهم. من بعد راح نزيد لهم فنجال ماشي معمر تاع الزيت، فنجال تاع لاتاي يعني حليب توجور بالباتور نطلع مليح. من بعد راح نزيد لهم 110 غرام تاع الفارينه، نزيد معها باكي تاع لا ليفور شيميك، ونزيد معها زوج مغارف تاع الكاكاو. يعني هذا بالنسبه للبسكوي. راح نضرب مليح البيض والسكر كما قلت لكم، نزيد الحليب بالتدريج، نزيد الزيت بالتدريج، الفارينه الكاكاو ندخلو يطيب. من بعد لي نخرج لو غاتو تاعي راح نشربو لكن بكاس حليب. كاس حليب فيه ملعقه كاكاو راح نسقي به الغاتو تاعي هو سخون بعد لي نتقبو بلو كوردون. اوكي من بعد راح نحضر 3 كيسان حليب فيهم 3 كيسان حليب، نعم فيهم 3 باكي تاع لو فلون كراميل. فوق النار يغلي ونصب فوق هذيك الكيكه، راح تعطيني كوش تاع كيكه، كوشه تاع فلون، ندخلو للمجمد يجمد، من بعد ندير له غاناش شوكولا راح يكون 200 غرام شوكولا و200 غرام كريم فريش. 110 غرام ما يعادل؟ شوف انا عطيتهم بالملعقه، الملعقه دائما نعطيها لكم قاعده 25 غرام. اوكي. يعني ربع مغارف راح يكونوا 100 غرام ثم عمروهم. ديروا عمليه الحسابيه وتقدروا تحصلوا على الكميه بالجرامات. شكرا لك شيف ليلى. مخرجنا هاني الكرد راح يرافقك من خلال كل الخطوات الخاصه بمطبخ شيف ليلى اليوم. وانا نروح نشوف نستقبل ضيوفي لحلقه اليوم برنامج صباح الشروق. ملف صباح لي راح نتحدثوا عليه اليوم، كنت اشرت في بدايه الخبريه الاولى حول موقع امازون الذي تم من خلاله عرض بيع الحقائب التي تقاوم الرصاص. معروف انه موقع امازون من اوائل المواقع التي تم من خلالها البيع الإلكتروني، والبيع الإلكتروني هو موضوع حديثنا الصباحي لنهار اليوم، لكن راح نتحدث عن الجزائر وخصوصية هذه المواقع وهذه العمليات التجارية، لكن بعد ما نروح نشوف ونستعرض مع بعض أسعار الخضر والفواكه بالجزائر لنهار اليوم. تفضلوا.